بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المشتركين الكرام المحترمين، اخواتي واصحابي، وربنا يبارك فيكم ويا رب تكونوا بخير. عايز اشكر بس حد بصراحة جميل جدا في القناة، مفيش تعليق ما بيسيبوش، مش بقول كده عشان يفضل يعلق، لا ده هو كتر خيره زهق ما بيزهقش، برضو بيعلق وبيعمل وبيشكر، وبصراحة كتر خيره. هو الاسم وداد زد او زد، فانا بشكرك جدا 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 والف شكر. ده تحية وجبة يعني غصب عني، لان ما يجيش قد اللي بتعمليه يعني بصراحة. نكمل حلقة 51، وافكرك بحاجة من حلقة 50، تمام؟ افكرك حاجة، ان احنا قلنا فردوس خلاص اتقتلت، وكانت جارات فردوس في بيت ابو المجد او ابي المجد زي بيقولوا عليه، من العاملات في كوم بكير، من بين الناس الجيران اللي سمعوا الخبر ورددوه. وفي منتصف الليل رجعت سكينة بعد العاملة السودة لبيتها، لكن يا عيني الأم مش هيجيلها نوم، وفضلت قاعدة في الضلمة قدام غرفة بنتها، قدام غرفة بنتها على السلم، يعني ما أقصدش جوه الغرفة أو قدامها جوه، لأ. وشافت سكينة وهي داخلة، ويا عيني لما المرة اللي فاتت سألتها واتعوجت عليها وكلمتها بطريقة وحشة، شوف قتلة بنتها وتكلم كمان، مش عاجبها ان ام تسأل على بنتها وانت اللي قتلها، جبروت ما في بعده جبروت. فيعني الام برضو عندها استحياء شوية، يعني شافتها راجعة كده الخمرة باين على وشها ومبهدلة وحالتها بلا ومكشرة، ومحمد عبد العال معاها طبعا الافندي الطربوش ده ملوش لازمة، فما جرأتش ان هي عيني تسألها وتقولها فين فردوس، ما شفتيش فردوس، ما عرفتيش اي حاجة عن فردوس، ولا عيني شافتها ومحصورة والحصرة في عينيها، والتانية تبرق لها، ما هو البجح دايما كده والمجرم كده والحرامي كده، تلاقيه بجح متبجح، تقوم تبص لها كده بصة جامدة عنيفة، يعني بتشجعها ان هي ما تخرسي، اوعي تتكلمي، اوعي تسألي. هو ده قمة الافتراء بعينه فعلا. وتيجي بطة رجعت من عملها في كوم بكير في اعقاب ذلك، على ان تمر على الام وتحاول ان هي، يعني بالصدفة الام واقفة ودي راجعة بطة مشغلة في كوم بكير في الدعارة، فصعب عليها حال الام ومنظرها وشكلها ووقفتها والدموع في عينيها ما بطلتش ولا نشفت. فبدأت بطة تطمنها تقول لها ما تقلقيش يا ام فردوس او يا ماما او يا كذا، هترجع بكرة الصبح باذن الله، وبكرة اقول لك وافكرك ان انا قلت لك ان هي بكرة الصبح هتكون عندك وهترجع ان شاء الله. بتطمن من عيني الام. وحين استيقظت في صباح اليوم التالي اللي هو السبت، ولم تجد نبوءتها قد تحققت، تركت باب غرفة سكينة دي اللي هي بطة لكي تسألها عن الفتاة، يعني عرفت ان مفيش حد جه ولا اي حاجة، انا قلت للست هتيجي بكرة وكده وهتشوفي بنتك فقالت بقى مسعلها شوية يعني. فقعدت تكلم سكينة وتستسير عطفها شوية، يعني الام حرام عليك، يعني انت ما عندكيش رحمة. فالتانية طبعا يعني ده امها انا شايفاها من بالليل للصبح ما دخلتش وبتبكي طول الليل. فطلعتها سكينة بعيون مسقلة بأثار الخمر، ولم تضف في إجابتها البردة اللي هي ما عندهاش دم برضو، يعني المفروض تبقى عندك دم شوية، لا إجابة بردة ما عندهاش ريحة الدم، ما ضفتش في الإجابة جديد. روايتها المعتادة اللي هي بتقولها ان ما عرفش حاجة يعني. ولما اقترحت عليها بطة لما لقيت الاجابة كده قالت لها طب ما يعني خديجة، نروح ناخد خديجة ونروح لدكان سيد عبد الرحمن عشان نسأله عن البنت اللي غايبة ديت. اعتذرت بان هي ما تعرفش مكانه،
يعني ما قطمت الموضوع خالص، ولم يعني الأقاويل اللي كانت بتحيط بسكينة، واللي هو يعني مش أقاويل، هو يعني كان في معاد إنه المفروض سكينة تروحوا النهاردة، أو الحتم عليها المحتم عليها إن هي هتعمله النهاردة، إن هو السبت 13 نوفمبر زي ما كانوا متفقين. طبعا 1920 الساعة 10 صباحا كانت واقفة مع أختها ريا قدام دكان علي الصايغ، طبعا بعد الجريمة ما تمت، رايحين يكرروا المساومة والعرض اللي قدموا ليهم في مساء اليوم السابق. هم راحوا له مرة وقال لهم العرض كذا، لكن هي راحت تأكد انه مش عاجبها المبلغ، وراحت تصر على الرفض، مش راح تاخد فلوس لا، وبتكرر الفصال او المساومة تاني. فالرجل رفض واضطر الى زيادة الثمن الى 50 جنيه. برضو سكينات جهلته، قالت له ايه ده 50 ايه؟ هي سكينة اللي كانت في المرة دي هي اللي بتتولى المفاوضات على بيع الغنيمة بتاعت فردوس او ذهب فردوس. وقدمت له العرض الجديد، وبذكاء شوية قعدت تقلب في البضاعة كده، وراحت اللي هي في الدكان بتاعه، وراحت مختارة ماسكة لبة رفيعة، لبة ذهب يعني حاجة كده، معرفش انا مش عارف لبة يعني، بس هي حاجة من اللي بتتلبس، يا اما كانت خاتم او حلق او كذا او كذا، او حاجة بتتعلق في سلسلة ايا كان، مش هتفرق معانا. تمن اللبة دي حوالي مثلا 7.5 جنيه. قالت له دي بكام؟ قال لها 7.5. وراحت ماسكة حلق تاني تمنه 3 جنيه، وحتة فضة كده مسكتها بريالين، ومدت ايدها له بتطلبه ب50 جنيه. وحين حاول ان يخصم تمن ما اشتريته من مصوغات، الا الحاجات اللي معاكي دي تمنها كذا، هخصمه من 50، رفضت بشدة وبدأت تعلي صوتها سنة، معرفش ايه الجبروت ده، واصرت معاه انا هاخد الفلوس بالاضافة للبة والمش عارف ايه واللي خدته ده والحتة الفضة والكذا، يعني جبروت ما في بعده. وريا وافقتها على الموقف، قالت لها حلو قوي اللي انت عاملاه ده، وبتقول له بص انا هاخد دول، وهو ده المرة دي همشيها كده، الحاجات دي تمنها يجي 150 جنيه ولا 200 جنيه، وانت بتدينا فيها 50 تهديد بقى، انا هاخد الحاجات وارجع الفلوس كلها وارجع البيعة كلها، وايه وخد المبلغ وانا هسترد الذهب بتاعي كله. وبينما هما بيتناقشوا مع الراجل، راح الحاج حسب الله وعبد العال دخلوا الدكان، ولان يعني السايغ كان طبعا في حاجة فردوس دي جوز من الاساور، الراجل كان باعهم او سيحهم فعلا، او لا يا رب دول اللي باعهم ب58 جنيه، ولم يكن باستطاعته ان ان هو يرجع جزء الاساور، دبحهم خلاص ب58 جنيه، يعني البيعة كلها باع جزء اساور بس 58 جنيه، ولسه الباقي هيصة مبلغ وقدره، فكمنه باع الحاجات دي فمش هيقدر لو رجعوا البيعة يقول لهم لا طب خلاص انا بعت الاساور مش هينفع ارجع، فهيضطر يوافق اقصد غصب عنه. يعني وافق على شروط اللي هم طالبينها، واشترى المصاغ او الذهب كله بتاع فردوس، تقدر تقول كده بتمن نقدي وعيني، بلغ مجموعه كلي 62 جنيه. طبعا 62 منهم 50 فلوس سايلة، ومنهم الذهب اللي خدته سكينة منه، وحتة الفضة واللبة والكلام ده كله. واقنع وهو اقتنع وهم اقتنعوا تمام، وبدأ بقى هو ياخد الحاجات، وبيعمل ايه الراجل ده عشان ما يجيش له وجع دماغ ولا اي حاجة، بيروح ماسك الحاجات دي ايه مكسرها مقطمها وبيعها، قصدي وبسيحها، وبيعمل اعادة صناعة لها
لان الراجل ده نيته سودة فعلا، ده من ضمن الناس المساعدة. لو انت مش نيتك سودة كنت انت سبت الحاجات دي، الشرطة بتعمل بيان بالحاجات المسروقة كنت هتقول اهو ده مسروق كانوا يعرفوا حاجة، لكن هما وقعوا في ايد يعني الظروف كلها كانت مساعداهم. فبدأ يسيح الحاجات ويعيد صناعتها تمام، يبقى اختفت ولا اثر له. وعند ظهر ذلك اليوم عادت سكينة لوحدها بقى للدكان بتاع الطلا، كانوا رايحين يطلوا الخاتم اللي اديته فردوس ومعاه القصبة بتاعت البرقع اللي في نص قدام المناخير دي كده، والخاتم المضلع اللي هو بتاع الحاج جولدن ويليام كابورال جولدن دوت او ويليام كلام من ده. المهم ان هو الخاتم عليه الحرفين ومميز قوي، خاتم مربع او مضلع كده من اسمه واسم الخواجة. فراح سكينة تقول له هات الخاتمين او هات الخاتم والقصبة. فالراجل صاحب المحل يعني شافها مرتين مع فردوس، فالراجل اختلط عليه الامر، المرة دي انت اللي جاي لوحدك يبقى ايه؟ دول بتوعك انت بقى، دول مش بحسبهم بتوع زميلتك. قالت له لا ده بتوع انا. الله، فبقى يعني الراجل مش معندوش دليل ولا تأكيد، احنا اتنين جايين بنقولك اعمل ده، يا ترى هو بتاع مين فينا؟ انا ماليش دعوة انا هعمله وخلاص. وراح الراجل خايب مسلم، مفيش وصل ولا بتاع ولا اي حاجة، راح يسلم الحاجات لمين؟ لسكينة. وراح دفع الاجر كمان حق الطلاق ورجعت لحجرتها واخفت الخاتم. فين بقى؟ عشان الخاتم ده معروف جدا، عندها انتريه او يعني تقدر تقول كرسي بتاع كنبة انتريه في اليد بتاعته كده، كان زمان بيحطوا فيه زي قش كده، فجت فقطعت كده حتة خرمت خرم كده وراحت حط الخاتم دوت. وكل ده فين؟ الانتريه ده فين؟ في الغرفة بتاعتها. ماشي. وبعد كده حرست حطت الخاتم جوه اليد بتاعت الكرسي بتاع الانتريه ده، وحرست بعد كده الا تظهر في بيت خمسة شارع ماكوريس الا بشكل خاطف. ليه؟ عشان تتفادى الام المكلومة اللي طول النار وقفلها تعيط، ام فردوس. ويعني هي بدأت تتأثر ولا ايه؟ ولا عايز تتفادى وجع الدماغ وعايزة تروح تسكر، مش فاضيالها حاجة تقدر تبررها بأي طريقة او بكذا حاجة يعني. وكانت فاطمة البربرية اللي هي صاحبة ام فردوس وهي عايقة سودانية الاصل في الخمسين من عمرها، كانت تدير عدة دكاكين للدعارة بكوم بكير، وهي التي أنقذت جارتها ومواطنتها خديجة السودانية من الإحساس بالضياع والوحدة بعد ما بنتها اختفت، وهي الوحيدة اللي مدت لها يد العون أو اللي ساعدتها، فلم تكتفي بتعزيتها عن غياب فردوس بنتها. يعني كانت دي تقدر تقول حكم الخبرة والزمالة اللي هم عارفين بعض من زمان، وهي دي كانت بتحبها ودي بتحبها، ووقفت معاها يا عيني طول اليوم. يوم الحد 14 نوفمبر 1920، وخدتها وراحت معاها جولة على المستشفيات وأقسام الشرطة عشان تساعد صاحبتها، وفاطمة البربرية تساعدها وتروح تلف معاها فعلا، وتعبت معاها جدا. ويسألوا في أسامي الشرطة في المستشفيات ولم يعثر لها على أي أثر، فردوس انتهت واختفت. وخدتها برضو اسم شرطة اللبان اللي هو أول اسم راحته، اللي هو عملت بلاغ بقى قالت لها ما احنا مش أول اسم يعني، أقصد أقرب اسم يعني، لكن هو لف على أسام كتير وفي الآخر راحوا رايحين اسم شرطة اللبان، قالت لها بقول لك نعمل بلاغ بقى عشان كده ما ينفعش، انا كده ما بقتش مطمنة على فردوس واختفائها في حاجة. وفي السابعة من مساء اليوم بدأ اليوسباشي النقيب ابراهيم حمدي نائب مأمور اسم شرطة اللبان التحقيق في بلاغ اختفاء فردوس بنت فضل عبد الله
فاستمع إلى أقوال أمها وبدأ ياخد أقوالها التي روت أو حكت وقعة خروج بنتها مع الخدمة بتاعتها كنوع، وصفت مكانت كمان ترتديه وكانت بتتزين بإيه ولبسة ذهب إيه، وأكدت أنها لم تخرج غاضبة ولا كانت زعلانة من أي شيء، ويعني مفيش أي دافع يا بيه أو يا سعادة الضابط أو يا حضرة اليوزباشي إن هي مثلا هتقولي هجرت البيت، لا أنا مش مطمنة على بنتي دي، ما هجرتش البيت. طب احتمال كذا، نفت كل الاحتمال ان هي تقول لها مثلا من ضمن الاحتمالات، طب هي تكون سافرت خارج اسكندرية، قالت له استحالة بنتي ما تعملش كده من غير ما تقول لي، وبنتي بتحبني وانا بحبها وبنخاف على بعض وعايشين مع بعض وانا جاية ضيفة عندها، ازاي تروح اسكندرية وتسيبني؟ طب تشك في حد تعملي حد؟ مرضتش تجيب اسم سكينة وخالص في الموضوع، واسم سيد عبد الرحمن علي على قصدي على لسان كنوع، يعني هو اللي جه اسمه على لسان كنوع لما كلمه كنوع كمان واخدوا منها شوية كلام. ولما استدعاهم المحقق اصر كل منهم على القول بانه ساب فردوس مع الاخر، واستشهدت سكينة على صحة روايتها. ما هو بقى هتيجي بقى ايه سكينة كمان، ما هو كنوع قالت سيد عبد الرحمن، وسيد عبد الرحمن وش كانت سكينة موجودة، أي بجات سكينة في الرجلين. استشهدت سكينة قالت له لا يا اخوانا سبتها ومشيت. اقول لك دليل كلامي ايه؟ اسأل علي الفرنساوي. بينما لم يستطع سيد ان يحدد شاهد انه يقف، هي خدت علي الفرنساوي صفها، هو ما لقاش شاهد يأكد كلامه ويلغي كلام سكينة، وان هو بيقول ده سكينة خدتها للمصبغة اللي هي كانت عايزة تعمل جاكيت هناك، وانه ترك الفتاة بعد ذلك وما ملوش دعوة بيها، سابها وفردوس واختفت ماليش دعوة اعرف عنها حاجة. وانا رجعت لدكاني كمان، ومع ان صاحب البار ايد اقوال سكينة فعلا بان هي غدرت المكان اولا، برأ سكينة خالص اهو، وقبل ان يغادر يعني مشت سكينة قبل ما يمشي سيد، قالوا له بحوالي قديك، قال لهم بحوالي دقيقتين ثلاثة خمسة، قالوا له فردوس كانت قاعدة معاه، قال لهم أيوة فعلا كانت قاعدة معاه، إلا أنه لم يستطع أن يحسم التضارب بين أقوالها أو أقوالهم حول ما حدث بعد ذلك، قائلا أنه لا يعرف ما إذا كان التلاتة اتقابلوا بعد كده تاني ولا لأ. يعني في ناس قالوا لا ده كانوا ماشيين التلاتة، قال له يا عم أنا شفت فردوس قامت قبلهم بخمس دقايق، قصدي سكينة، لكن مع فردوس وسيد عبد الرحمن معرفش مثلا كانت مستنياهم برا وطلعوا لها ويمشوا التلاتة مع بعض، قالوا ما تعرفش، قال لهم اه معرفش. المهم وجينا بقى الدور على الكابورال، استضافوه كمان ولا بعتوله، لم تضف اقوال الكابورال ويليام جولدينج كتير الى التحقيق، الا انه ابدى اهتمام بالبحث عن فردوس، لكن كل سؤال عليه يقول ما عرفش اي حاجة، واعلن استعداده لدفع الرسوم المطلوبة، المهم ننشر الصورة بتاعتها وانا هتحمل اي نفقات مطلوبة مش مشكلة. طب تعرف صحابها؟ طب تعرف نشك في مين؟ طب تعرف كذا؟ قال لهم لا ما عرفش. المهم ختموا قفلوا التحقيق على كده، وختم اليوزباشي ابراهيم حمدي التحقيق بنفس العبارات الديوانية الباردة اللي هي معروفة ومحفوظة زي اللي انتهى بها غيره من جميع التحقيقات، فكانت ايه هي؟ كلفنا البوليس السري بالبحث عن الغائبة، وأمرنا بالنشر أو بنشر صورتها وتحصيل مبلغ 30 قرش من خليلها أو رفقها لنشر الصورة كرغبته علشان يقدر يلاقيها، وأقفل المحضر على ذلك في تاريخه وساعته ومش عارف ايه والهجس ده كله لحين ظهور في انتظار يعني نتيجة البحث. الكلام المعروف بتاع كل تحقيق وكل بلاغ. ولم تكن سكينة تعلم حين غادرت اسم الشرطة في تلك الليلة أن نتيجة البحث كانت قد ظهرت عصر اليوم نفسه، وأن الأوان قد كان
قد يعني حان لفتح كل المحاضر وكل المقابر اللي هي مقفولة. يعني دي بداية الكارثة. هي ما حستش بكده، بس في بقى بشاير بدأت. هنقول برضو معلومة كده، مع ان البيت رقم 5 بشارع حارة ماكوريس المعروف باسم بيت الجمال، والتاني اللي هو بيت حارة ماكوريس اللي هو باسم بيت الجمال، ماشي نسبة الى الاسرة اللي هي تملكه، كان قد اصبح خاليا من السكان منذ طرد سكينة وجيرانها في ايه، في يوم 30 اكتوبر. ان البيت ده مقفول يعني مش هغير في الامر شيء من عادات احمد مرسي عبده، الذي ظل يرابط امام بابه طوال ساعات النهار، ليس فقط لانه كان عاطل عن العمل. عايزك تفرق بين 5 شارع ماكوريس وبيت ابو المجد او ابي المجد، ده في وش ده بس كده، ده سكنة في فردوس، والتاني البيت القديم اللي كانت فيه سكينة ونقلت فيه راحت تسكن تحت فردوس، تمام في وش البيت على طول. وانا عندي فيديو مصوره ونزلته قبل كده. كان بيعتبر الراجل ده نفسه مندوب مفوض عن آل الجمال في إدارة البيت ده، إذ كانت جدته الأم قد أوقفت البيت على أولادها من الإناث وعليه هو نفسه، وعينت أمه نظرة على هذا الوقف، فأصبح صاحب النصيب الأكبر من دخله الراجل دوت، تمام. وبهذه الصفة وضع لافتة تدل على أن المنزل معروض للإيجار، وكلف أحد السمسرة بالبحث عن أسرة محترمة يفضل أن تكون أجنبية أو أفرنجية زي ما بيقولوا أو يونانية. بعد أن استقر رأي الأسرة على ألا تكرر التجربة المريرة السابقة بتأجيره لمن يعني الناس اللي هتحولوا الوكر وغرزة للناس اللي شغالة في الدعارة والكلام ده والقوادين واللصوص والحرمية يستخبوا فيه، لأ قرروا انهم ينظفوا البيت ده خلاص ماشي. واتخذ مندوب آل الجمال من قهوة زكية جعفر اللي هي المواجهة له مكان قريب يراقب منه الموقف ويقعد يستقبل الناس اللي عايزة تأجر حاجة في المنزل أو الأسرة اللي هتيجي الجديدة دي، ويرد على أسئلتهم واستفساراتهم والكلام ده كله، ويقول لهم شروط مثلا صاحب البيت كذا عايز كذا كلام من ده. وكان سكان الطابق الأرضي من البيت الذين أكرهوا على مغادرته قد تركوه لأماكن ليست بعيدة. ليه؟ راحوا البيت اللي في وشه، ما عدا محمد السمني اللي هو راح جاي ماشي فين، سافر للقاهرة قبل أيام من تنفيذ حكم الطرد ليعمل سايس لخيول الخواجة اللي اسمه ميكالي بناني بالمطرية، وابنه أحمد الذي وجد عملا على باخرة تجارية سافرت به إلى مارسيليا، فقد توزع الباكون على الحارات القريبة وبيت الجمال. فانتقلت سيدة سليمان اللي هي زوجة السمني إلى منزل أختها مباركة خلف مقام سيدي عماد اللي هو جنب جامع سيدي عماد أو جوه جامع سيدي عماد القريب جدا من البيت ده، بينهم بين بعض 100 متر أو يعني ما يجيش 200 متر، 200 متر أو 150 متر كده، تمام. وعاد محمد سليمان شكير إلى منزله الأصلي بجنينة العيوني، يعني كل واحد الوضع رجع لقبل الإيجار تماما. وانتقل صالح العدني للإقامة بفندق شارع استاسي أو نستاسي، وكانت سكينة هي الوحيدة بين سكان الطابق الأرضي التي ظلت تقيم بحارة ماكوريس نفسها، فانتقلت من المنزل رقم 5 إلى المنزل اللي قدامه رقم 6، تمام. ومن بيت الجمال الى بيت المجد يا قلبي لا تحزن، المواجه له والمواثق له ولازق فيهم القهوة اللي بيقعد عليها احمد العاجز يتخذ منه مركز للمراقبة، فكانت يعني راحة جاية تقول له اجر لي الدور الارضي ده، ما تأجر لي الدور الارضي ده، يعني انتوا هتسيبوا البيت فاضي، ما العفاريت هتفضل تسكن فيه والفران هتمشي فيه، ما تأجره لي يا عم احمد العاجز.
المهم يا سيدي، ومع انه لم يكن ياخذ كلامها ماخذ الجد، كان يقول لك ايه بتهزر واحنا نهزر وخلاص، الا انه كان حريصا كذلك على الا يترك البيت خاليا. قال لك يعني خليها لو اتزنقت في الاخر خالص ممكن ان انا ايه ااجر لها حاجه. تمام. وقال لك يعني انا مش عايز اسيبه فاضي، لان بالليل برضو ممكن يتسلل له او يبقى يطلع عليه اشاعه انه مليان عفاريت او يستخبى في حراميه ويحصل فيه بقى زنا وبلاوي وناس، وبعدين شويه كمان البيت هيتسرق منه الشبابيك بتاعته والحديد اللي فيه ومش عارف ايه، وانا لسه هقعد اجيب غفير يقعد على البيت مش هينفع. فبدا يسرع في العمليه قوي، وبعدين يجي بقى الغفير يعدي يقول لي البيت ده قاعد اديله فلوس كل يوم ورشوه ومش عارف ايه لحراسه البيت والمنطقه. المهم فوق فعرض على الشيخ محمد البربري وهو متسول عجوز في السبعين من عمره اللي هو بينام في الشارع ملوش اي مأوى، قال له ما تيجي تبات في البيت ده عم الشيخ محمد، انت برضو تبقى ونس له، يعني انت بتسرح طول الوقت وانت ترجع على سرحتك كده من المغرب كل يوم وتاخد المفتاح وتبات فيه وما تمشيش منه يا عم الا الصبح على مهلك خالص. الا حين ينادي عليه احمد العاجز من مكانه على مقهى زكية جعفر في بداية نوبة الحراسة النهارية فيعيد اليه المفتاح، يعني انا خلاص هندى عليك الصبح صحيك واقول لك هات المفتاح، ويرجع بالليل روح تسول في الحتة اللي تعجبك وتعال لنا بالليل خد المفتاح. ولان هو كان بيشحت يعني بيشحت من ناس ساعات فلوس في الشارع وهو الناس اللي راحة واللي جاية، ولان الشيخ محمد كان اضعف من ان يقاوم اي سطو محتمل او اي يقاوم اي حرامي، فقد قبل احمد مرسي بعد يومين ان يؤجر احدى غرف المنزل لصياد اسمه ايه حميدو، لكنه رفض ان يحرر له عقد ايجار واشترط عليه ان يغادرها في الوقت الذي يصل بالمستأجر الجديد، يعني جايبه مؤقتا كده اما يلاقي مستأجر همشيك. والواقع ان بيت الجمال لم يكن يخلو من مزايا كثيرة، لكن كان عيبه الاساسي كان بيت كويس، بس عيبه الاساسي كان سكان الطبق الارضي ناس اشرف من الشرف بزيادة يعني، فعشان كده كانوا وحشين. ماشي. الذين يعني سكان بيت ارضي كانت سمعتهم تشجع اي حد من جيرانهم، وعملوا سمعة وحشة جدا على ان البيت ده هيفضل خالي كده وانه توقف حاله، واللي يقول لك بقى ده بيت نجس، ده كان فيه حرامية، ده كان فيه مش عارف ايه. المهم ايه يعني البيت كان تحس كده في حاجة تشجع انه يفضل خالي كده، ليه سمعته اتضربت خلاص. ولكن هو ما قعدش خالي غير يدوب خمس ايام بعد طردهم منه، ففي الرابع منه نوفمبر 1920 جاء احد السماسرة جايب معاه خواجة ايطالي تفقد المنزل وعجبه، هو كان مازال مبنى حلو، وقرر ان هو يستأجره بكله بالكامل عشان يكون فيه مع اسرته وياخده مع نفسه هو كله، ولا عايز حد معايا ولا عايز دوشة ولا وجع دماغ. تمام. ولدهشة يعني نتيجة دهشة احمد العاجز في ان الخواجة لم يتوقف طويلا عندما حدد له الايجار المنزل بتلاتة جنيه شهريا، وهو ما يوازي ضعف القيمة التي كان السكان السابقون يدفعونها. والراجل استغرب انه وافق، الخواجة راح موافق، الله ده فلوس قد اللي كانت قبل كده بيدفعها كذا مرتين، والراجل راح موافق دون اي مناقشة، الراجل شكله معاه فلوس وعايز يقعد ويشوف بيت يرتاح فيه كله بالكامل تبعه، ورغم انه هو بالغ في المبلغ ده خلي بالك، بس هو كان يعني ده بقى النظام اللي عندنا، هو بالغ في المبلغ ليه؟ عشان يفاصل معاه يقول له تلاتة يقول له لا اتنين ونص اتنين والعملية تمشي، كان هيوافق، اتفاجئ ان التاني وافق، لكن فرحته انقلبت الى احباط، فرح جدا عندما اشترط الخواجة مش عبيط ان انا هوافق على التلاتة جنيه بس انت يقوم اصحاب المنزل
بان هم يدخلوا الميه الى المطبخ والحمامات ودورات الميه، لان انا ما اقدرش اشرب ميه من الزير اللي محطوط والقله اللي محطوطه والحاجات اللي، لا انا عايز تدخلولي مواسير ميه نشرب منها. تمام، يعني حنفيات بقى وبتاع وكلام من ده. فالراجل اتصدم شويه وقال له انا مش هينفع اعيش في بيت يعني بتطلع منه الروائح الكريهه، وادي يا سيدي شهر ولا اتنين ولا تلاته مقدم عشان ما تقولش انا هصرف من جيبي وتشتغل انت وتعمل حالك. برضو الراجل رجع اتبسط تاني. وفي المفاوضات التي جرت خلال الايام التاليه وقام بها خالد خاله اللي هو الشيخ محمد عبد السلام الجمال مع المسؤولين في البلديه، اشترطوا لادخال الميه الى البيت ان يتم ايصال بئر يعني شبكه، يعملوا شبكه مجاري المواسير دي تشتغل على الشبكه العموميه يعني، او يعني تاخد من الحاجه العموميه يعني هتكلف شويه اقصد يعني. واسفرت المؤيسه التي قام بها بتوع الميه اللي هي شركه الميه على انها سوف تتكلف 24 جنيه على ان يقوم المالك على نفقته بالكشف عن مكان البير، الموضوع مكلف وهو موال التي يتم فيها التصريف. وكادت التكلفه البهيضه تخلي يعني اصحاب البيت يعني ان الموضوع ده يفشل لولا الخواجه عرض عليهم ان هو يتحمل نصها. ده راجل لقطة او يعني تحس ربنا بعته عشان يكشف الجرائم والجثث. تمام، ان هو يتحمل نصها خلاص، وقبل ان هو يدفع من جيبه ناصبهم على ان يخصموا من الايجار. ده الطبيعي، ولان الفوائد الجملة التي تعود على آل الجمال من مشروع سيمول من الزيادة غير المتوقعة في الايجار، قال لك يا عم ما احنا مأجرينه بزيادة اهو، يعني مشي حالك. فقد وقعت زينب محمد الجمال والدة احمد العاجز اللي هي نظرة الوقف على ايه، على عقد الايجار، ودفع الخواجة الفلوس كلها وانصرف على ان يعود في اول ديسمبر عشان انا هجسكم في البيت اول ديسمبر ويكون كل اللي احنا قلناه ايه تم، ودحنا على اتصال ببعض. ولان كشف مسار المواسير التي تقود الى بئر التصريف كان الخطوة الاولى في الاصلاح كما كان من التزامات المالك زي ما اتفقوا، فقد قرر الشيخ محمد عبد السلام الجمال توفير النفقات عشان يكلف ابن شقيقه احمد موسى احمد مرسي بالمهمة ديت، ولم يحل دون ذلك علمه بان الشاب يكاد يكون كفيفا إذ لم تكد، يعني بيشوف بسيط جدا، لكن إذ لم تكن العملية تتطلب قدرة كبيرة على الإبصار بقدر ما كانت تتطلب إيه، عايزة قوة بدنية مش أكتر. يعني الرجل شايف خفيف ماشي، احفر الحتة دي احفر وخلاص. وهو كان يتوفر لدى الشاب دوت اللي هو أحمد مرسي الذي كان في 27 من عمره، والرجل ما بيشتغلش ما بيعملش، فرح بالشغلانة وتحمس قوي لأدائها يعني كإنسان يعني ما بيجيلوش شغل أو حاجة، فكان متحمس بالموضوع ده وتحمس يقول له هتقدر، يقول له ها أقدر وأنا هثبت لكم إن أنا مش عاجز وإن أنا أقدر أعمل وكذا كذا. فالمهم متحمس قوي. المهم يا سيدي برضو الخال ما سابهوش كده، بقوا يساعدوه شوية أو يشرفوا معاه، حتة مش شايفها يقولوا له كذا، حتة شايفها يقولوا كذا. المهم وكانت الساعة قد تجاوزت 12 من بعد ظهر يوم الأحد 14 نوفمبر حين ظهر الشيخ عبد السلام في المنزل رقم 5 حارة ماكوريس، حيث صعد إلى الدور الثاني وتفقد دورة المياه وبدأ يشوف تتبع مسار المواسير الهابطة منها رايحة على فين وداخلة وفين، إلى أن اكتشف إن هي بتمر فين، الكارثة بأرضية الغرفة التي تقع أسفلها مباشرة. فراح ماشي ورا المواسير وأخذ ابن أخته اللي هو كان ينتظره بالطابق الأرضي في تلك الغرفة وحدد له مكان يعني عمل له برجله كده سوري بحذائه أو بجزمته كده الحائط تحت النافذة، قال له بص الشباك ده شايف الحيطة دي كذا،
احفر من اول هنا كذا وعرض بلاطين كذا وطول الغرفة كلها. قال له امشي الحتة دي. قال له الحتة دي كلها بالظبط. قال له يعني وعمق شوية هقول لك انا عليه. احنا ماشيين مع بعض اهو وعشان اسهل عليك الامر ادي احنا مش هقول لك احفر من دلوقتي عمق كذا، لا خد الفاس دي واحفر وانا اقول لك زود قلل كذا. والراجل جايب فاس حلوة كده اللي هو بيحفروا بيها واستخدم حفتها اللي هي بتبقى عاملة زي السكينة حتة مدببة فيها فيخلع اول بلاطات. وقد دهش قليلا حين لم يتطلب ذلك مجهود شجاع على مواصلة العمل. الراجل بيضرب اول ضربة بحفة الفاس كده راحت البلاطة طالعة نطلوا بتقول له اتفضل يا عم الحاج انا طلعت لك باشا اهو. يا نهار ابيض ايه ده، ده الشغلانة جميلة وسهلة قوي، يا ايه الحلاوة دي. بلاطة والتانية كمان طلعت. الراجل ما يعني مبسوط قوي فرحان قوي، ده يشجعني ان انا اكل البلاط ده طلعه في ثانية. وراح تك 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 راح خالع 8 بلاطات ايه في 10 دقايق. يا نهارك ابيض. ثم ترك الفاس لابن شقيقه. فالراجل حس يعني انه عمل شويه مجهود، قال لك اريح شويه بقى. وقعد بقى ورجع. كانت الساعه قلنا كانت 1 ولا 12 وكذا. رجع بقى الساعه 3 تاني، قال لك ايه يعني اما اقعد اريح بقى واتغدى شويه ومش عارف ايه، وصلى العصر وابتدي ايه اكمل الشغل بتاعي. لكنه عمل بهمة لمدة تزيد على ساعة، يعني بإيه قرص في الشغل جامد بقى، شغل إيه جامد قوي بقى عشان ننجز بقى من البتاعة سريعة اهي، ويعني وكل حاجة بتطلع اهي في ثانية. اديله بقى راح متشجع، راح طالع إيه شال أول طبقة الجير والأسمنت والمتكوك بالحصى ده بطول يدوب المترين اللي قاله عليهم، ولم يتطلب ذلك برضو. لا العملية سهلة. الله هو في إيه يا جدعان، إيه البلاط الورق ده وايه الطوب والاسمنت الورق ده، ده انا كنت متوقع ان في صلابه بقى، ده البيت ده شكله هيقع ومنهار وحالته بلا. وبدات تظهر بعد ما شال اسمنت طبقه التراب تحتيه، بدا في تعميق الحفر، وكان يضع يعني بواقي الحفر المتخلفه عن نتيجه الضرب بالفاز دي فين، في حته اقول عليه مقطف مش عارفه تعرفوه ولا لا، اللي هو يعني حاجه بيحط فيها الرمل والتراب والكلام ده، ويبتدي يفرغه في احد اركان الغرفة عشان يوسع لنفسه ويعرف يشتغل، ويرجع يملاه تاني من جديد ويواصل العمل حتى دخل حميده اللي قال له ما تخلي عنك يا عم انت شكلك تعبت كده، ما ريحك شوية. ثم دخل الى الغرفة المواجهة للغرفة التي كان العاجز يحفر فيها، وقال لك استريح شوية. واصل هو العمل والريحة النتنة بنفس اللفظ بدأت تفوح وبدأت تبان. الله ايه الريحة دي، بدأت الدنيا تزيد وعمالة كل ما نحفر يا نهار ابيض احنا مش يعني ده احنا خلاص هنموت مش قادرين نقف. طب انا اصبر شوية ممكن هتلاقي برضو بلاوي هنا وقرف، ده بيت من زمان. ماشي اشتغل اشتغل اشتغل. والراجل في احدى ضربات الفاس خيل له ان هي الله انا سمعت يعني ضربت في عظم كده ولا في جسم صلب ده ولا في زلطة، وقال لك طب ما نحاول اشوف ايه ده بالظبط. وحين حاول ان هو يستردها احتاج الى قوة غير عادية عشان يشدها ناحيته، ولما قرب يعني سلحها من عينه الفاس يحاول رؤية ما حدث فوجئ برائحة نتنة طالعة من الحتة دي بالذات مش قادر يتحملها. قال لك الله 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 ده يظهر كده المواسيق ضربة الفاس دي، الضربة دي بالذات واللي عملت صوت حديد او زلطة ده يا نهار ابيض لا كسرت مواسير من مواسير المجاري، يبقى هي دي مصدر الريحة. يا نهار ابيض ده انا كسرت ماسورة. فانحنى في موضع الحفرة وطبعا مش بيشوف يعني للدرجة، وقعد يحسس بصبعه كده محاول ان هو يكشف الامر ايه ده، فبيحط ايده كده في حتة من الحتت مشى هنا جامدة هنا جامدة دب، راحت نازلة ايده في حتة طرية. يا نهار ابيض ايه ده. ثم ايده مشاه كده اصطدمت بجسم صلب فلم يستجب له، فظل يحاول معه حتى انخلع
ولما قربوا من عينه شك في ان هو دراع انسان، يعني مشي على حتة لحم، مشي على حتة تانية لقاها عظم. فا ايه ده، في ايه يا جدعان، والريحة اللي طالعة دي هتموت، ده ايه ده. فلما بص كده ايه ده، ده دراع واحد ده ولا ايه، مش مصدق نفسه. ونادى على حميده اللي هو يعني يعني بيبص كده، قال له نهار ابيض. فاول ما سمع كلمة يا نهار اسود ولا نهار ابيض دي، يعني ايه ده، ده انا بشوف، انا ظنوني صح، شكوكي صح، ايه ده اللي احنا ماسكينه ده، دراع بني ادم، يا نهار ابيض. وراح ماسك الفاس وبدأ يوسع ويشيل التراب، الله الله الله، الله، ايه ده، ده نهار ابيض، ده بني ادم بيطلع، ده هيكل عظمي ده ولا ايه. وفحروا حتة، الله الله، دي واحدة ست، يا نهار ابيض، دي جثة واحدة ست، ده شعرها طويل، واللبس ده لبس ست، ولا باين انه واحدة ست. ولم يعرف احمد العاجز الا فيما بعد ان الفاس كانت قد انغرست في ذراع مين، نبوية بنت علي، عرف بعدين. وجية كوم بكير اللي استدعتها سكينة منذ 3 شهور لكي تقوم بعلاجها من نزلة برد أصابتها بالتكسير لها على ظهرها بكاسات إيه الهوى، فدخلت المنزل ولم تخرج منه، ولم يهتم لحظتها إلا بشيء واحد، هو إن يعيد يعني جانب من التراب فوق الجثة، وأن يطلب من حميد أن يكتم الأمر. بقول لك هي حميده اكتم خالص، لما نسأل ونستفسر ونفهم، احنا نبلغ خلنا الاول وبعدين نشوف هنعمل، تسيحش ولا تعمل ولا تقول ولا كذا، هنودي نفسنا ده في داهية يقولوا احنا اللي قتلنا، خالك يا عم هو اللي يقرر ويقول هنعمل ايه. ولم يكن بحميده في حاجة الى توصية، اذ كان لديه فيما يبدو ما يدعوه لان ينأى بنفسه عن انه هو يهرب من القصة دي كلها، راح اخش في قولنا وقال ومحاضر وبليس وافلام، وانا مش ناقص مشاكل مع الشرطة. فلم يبدي يعني فحسب حماسا لتنفيذ ما طلبوا منه احمد العجز، قال له حاضر عناية ليك، انا مش عامل اي حاجة من غير ما انت تقول. والراجل استجاب جدا، بل ورجاء كذلك ان يغفل اسمه، قال له بص انا اللي عايز، انا يا عم مش قايل حاجة، وابوس ايدك ما تقولش اسمي خالص، ما تقولش اسم حميده في اي حاجة من الموضوع ده، انا مش ناقص ومش ناقص مشاكل مع الشرطة. والاتنين يدوب ماشيين من البيت حتى اختفى حميده عن الانظار ولم يظهر منذ ذلك الحين، حميده انتحر وطفش وطار. وظل احمد العاجز يقف واقف على النصية بتاعت الحارة في انتظار ان خاله يجي الذي كان قد وعده بان يعود اليه قبل الغروب. انت فين يا عم الخال، ده انا في نصيبة وانت منتش حاسس بيا. فالمهم هو انت مش قلت ان انت جاي قبل الغروب عشان تشوفني عملت ايه وكملت ايه، ما تيجي يا خال بقى. ولان اليوم كان اليوم التاني من شهر ربيع الاول الذي بدأت فيه الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، فقد فإنه ما كاد يسمع أن أذان العشاء من مسجد سيدي عماد اللي هو قريب من الحتة دي قوي، حتى أدرك أن خاله الذي كان يعمل قارئا للقرآن الكريم ومنشد للتواشيح الدينية كأنه هو أكيد مشغول في المولد النبوي وبيقول تواشيح في حتة، والأيام دي فيها الطلب عليه قوي قوي بيطلبوه. فقد راح جاي عامل ايه بقى، راح قافل البيت وراح ساب مفاتيحه للشيخ محمد البربري الذي كان قد عاد من السرحة بتاعت التسول، اللي هو قالوا له هتبات في البيت وتصحى الصبح ناخد منك المفتاح، لكنه لم يكن له شيئا عن الموضوع ده خالص، وانه كان ينام في احدى الغرفتين المطلتين على واجهة البيت بعيد عن الغرفة اللي لقوا فيها الجثة. قال لك يعني كده احتمال ما يشمش لا ريحة ولا يشوف، واحنا مقفلين الدنيا هو مش هيعرف، فسيبه كده ايه على عماه. وقد غادر احمد العاجز مكانه على ناصية الحارة بالقرب من الباب الرئيسي لاسم شرطة اللبان في اللحظة التي كانت سكينة
طالعة فيها من باب الاسم عشان تدلي بأقوالها إلى في التحقيق اللي كان اليوزباش الرائد إبراهيم حمدي نائب مأمور الاسم يجريه في قضية اختفاء مين فردوس. طلبوها ويسألوها فعاد إلى منزله ليروي عشان يحكي حكايته المثيرة لأمه قالت اللي هي مش مصدقاه. فقالت لي يا دي انت عمى، انت شايف حاجة، انت مش عارف ايه، هي يا ابني اللي راح يجيب عظم وجثة في بيت ولحم بني ادمين في التراب جوه الأوضة، هي انت مفكرها تربة يا عم، روح انت مش شايف حاجة. طب انا مش شايف حاجة، طب انا كنتش عايز اقولك بقى ان حميده بقى اللي عينيه قد كده واسعة قد كده وبيشوف اجدع مني من مليون مرة، قال لي فعلا دي جثة، وروح ازعق خالك من مشوف هو فين، في الجامع ولا في القهوة ولا فين، وتعالى اكد واكد لي ان هي جثة، يبقى انا بشوفه اهو بقى وانا مش كذاب. الست قالت له انهار ابيض. وكانت الساعة تجاوزت التاسعة حين ظهر الخال ليستمع الى القصة، ومش مصدق برضه ومش لاقي اي تفسير الا الشك في مين، في قدرة ابن اخته ان هو عاجز وما بيشوفش، وان هو مش قادر يميز اللي قدامه ده جثة ولا كذا ولا كذا. وكان يعني صبر احمد العاجز على تحمل الاهانات دي كلها يقول لهم طب اديك هتيجي هتشوف، هتشوف يا عم، تعالوا شوفوا بنفسكم يا جدعان، انا يا عم كذاب وما بشوفش واعمى، طب والراجل التاني ده كان ما بيشوفش، تعالوا شوفوا بنفسكم. وفي السابعة من صباح اليوم التالي اللي هو يوم الاثنين 15 نوفمبر 1920 برضو وصل الشيخ محمد عبد السلام الجمال وبصحبته شقيقته زينب محمد الجمال وابنها احمد مرسي عبده الى البيت اللي هم بيملكوه في حارة ماكوريس. ولان الشيخ محمد البربري لم يكن يتوقع وصولهم او وصول احد من المنزل في هذا الوقت المبكر، جم بدري وهو بيمشي 9:10، فقد غادروا واغلقوا خلفه قبل وصولهم لما عرف ان هم جايين، يعني بدقايق كده راح جاري وهربان من البيت عشان هم عارفين ايه هو ما بيت فيه ومحدش يعرف يعني. وتوجه الى مسجد سيدي عماد القريب لكي يصلي الصبح، فاضطر للانتظار بعض الوقت الى ان عاد من المسجد، ففتح لهم الباب ودخل معهم الى الغرفة، وما كاد احمد العاجز يكشف عن جانب من التراب حتى تأكد الجميع يا نهارك ابيض ده جثة بجد، ولم يتحملوا الوقوف طويلا قدام القبر المفتوح اللي طالع ريحة منه، لما شالوا التراب الريحة طلعت اكتر تاني، ده تودي في داهية، وطلعوا وخافوا وترعبوا وراحوا طالعين برا فجأة كده وجري. وما ان لحق بهم هو كمان بعد ان اهل التراب من جديد على الجثة، راح عامل التراب بسرعة كده على الجثة حتى سأل خاله تشور بايه يا خال، نعمل ايه يا خالي، واستفز السؤال الشيخ محمد عبد السلام الذي كان المشهد قد يعني هزه وزلزل اعصابه كده، فانفجر في وجهه قائلا يلعن ابو البعيد يا عم على اللي جابوه، ما تسكت بقى سيبني افكر شوية، هي دي عايزة تفكير وانا مش مفكر، هي دي عايزة تفكير، الاسم جنبنا اهو يا عم، احنا مالنا ونحط نفسنا في موال ليه، تعال نروح نبلغ، مش هينفع، لا 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 خلاص مش هفكر في، نبلغ على طول. ولم يكن احد من الضباط العاملين باسم شرطة اللبان قد وصل الى مكتبه في ذلك الوقت المبكر، ما كانوش ولا واحد من الضباط جم، إذ كان نائب المأمور اليوزباشي الرائد إبراهيم حمدي قد توجه من منزله إلى القنصلية البريطانية ليدلي بشهادته في قضية تتعلق بإيه؟ بمتهم من رعاياها المشمولين بالامتيازات الأجنبية، بينما كان الملازم تاني عبد الغفار أحمد ملاحظ الاسم قد خرج على حصانه في كانوا بيركبوا حصانه زمان في مقدمة راس فرقة من الجنود عشان رايحين تشريفة لواحد من الناس المهمة، ولما كان القائم بعمل الضباط اللي هو النبطشي بقى هو ده الامل فيه، هو اسمه جون فيليبس، فقد تلقى البلاغ الذي اقتصر
على واقعة عصور أحمد مرسي عبده على دراع بني آدم ماشي ولحوم زهرة من الأتربة أثناء حفره داخل أوضة بالمنزل ملكه للكشف عن موقع المجرور عن موقعه يعني الموقع بتاع البيت نفسه شرح الموقع يعني. وكانت الساعة قد بلغت الساعة 8:30 حين انتهى من تدوين البلاغ وعاد الملازم عبد الغفار فندي من التشريفة. فالرجل ده سلمه وقال له وأبلغ المحافظة تليفونيا بالواقعة. الموضوع كبر والدنيا اتفتحت كلها على بعضها. وما كاد الملازم تاني عبد الغفار فندي أحمد ينتهي من قراءة البلاغ حتى اصطحب الناس بقى ايه تعالوا نشوف على الطبيعة المبلغين التلاتة تعالوا ورونا البيت بقى فين واحنا كتبنا خلاص تعالوا نشوف على الحقيقة. وخدوه لغاية المكان واللي هم لقوا فيه الجثة وللمرة التالتة واستجابة لطلب ملاحظ الشرطة كشف أحمد العاجز قال له شيل التراب ده كده ورينا. شال التراب فعلا رأى فيه الضابط عظام وأشلاء من جثث بشرية فعلا وتأكد ان الكلام صح وغادر المنزل بعد ان عين الجندي عبد العاطي إبراهيم قال له انت حارس هنا وما تمشيش من هنا ولا حد يجي جنب الجثة وأمره بعدم السماح لأي حد بالدخول أو الخروج. وأنا رايح لغاية الاسم وجاي تاني واتصل بالملازم عبد الغفار تليفونيا بالقنصلية البريطانية وأبلغ نائب المأمور اليوزباشي النقيب إبراهيم حمدي هو نقيب ولا رائد أنا مش عارف الذي كان ما يزال ينتظر دور الإدلاء بشهادته بما انتهت إليه المعينة فكلفه بالشروع في التحقيق الذي بدأ في التقلب ابتدي حقق الساعة 9:10 وانتهى بعد 4 ساعات تحقيق. ونفى المتسول العجوز الشيخ محمد البربري معرفته بأي شيء قال لهم ما عرفش أي حاجة أنا راجل غلبان وكنت بواب عند صالح أفندي ويعني تركت الخدمة عشان تعبان ودار على باب الله بنام هنا شوية شوية وساكن في البيت حسنة لوجه الله الكريم تمام يا عم حلو. ولم تفد أقواله التحقق في شيء ولا أفاد بأي حاجة خالص إلا تأكيده بأن أحد لم يكن يتردد على المنزل. طب أنت شفت حد دخلت قتل حد ولا عمل وخباه هنا قال له لا. طب في الأسبوعين اللي فاتوا حصل حاجة كذا قال لهم لا معرفش أي حاجة. المهم إيه قالوا له بعد بالذات ما تفضل بيت ما شفتش كذا قالوا لا ما فيش بني آدم دخل فيه أنا بس وحميد اللي دخلنا. وعلى العكس من ذلك فإن أقوال أحمد مرسي ابن زينب الجمال طبعا أخت محمد الجمال والشيخ محمد عبد السلام الجمال قدمت يعني وضحت صورة كابوسية لحياة السكان الأربعة الذين كانوا يقيمون به إلى أن طردوا منه. يعني قلت لك بس ده في نصايب ونصيبة سودة من الناس اللي كانت هنا قبل كده والبيت يعني فوق شؤمه وحالته بلا وتشأمه منه قال لك بس ده احنا وقعنا في نصيبة ليه او الناس دي هتجيب لنا نصيب دي الناس دي كلها كانت حرامية على قوادين على ممسات على شغالين في الدعارة وبيوت شغالها بغاء ومش عارف ايه ده الصورة سودة قاتمة ده احنا هنروح في داهية تمام. ونكمل الحلقة الجديدة ان شاء الله اللي هي 52 ونقف لغاية هنا سلام.